تلاميذ اللي عندهم صعوبة يجاوبوا على السؤال complete table with verbs, noun, adjectives وما يعرفوش يعمروه، يقولك ما عنديش رصيد لغوي. شوف نعطيكم أستيس تكنيك باش ما تديش صفر، أوكي؟ من تكون راح تخليها خاوية فيت طبق هذه الحيلة، وهي verb زيد له ing باش تعطينا تفورمينا noun، أوكي؟ وباش تفورمينا adjective شدير زيد verb plus ed لكن regular verb ولا الـ ing form باش تعطينا adjective كيما الverb اللي هو to interest، زيدوا له ed interested اللي هو مهتم، interesting مثير أو مشوق، باش تيفيتي تخليها خاوية. سو للمزيد من التقنيات تابعوني.